احنا اليوم هنا في One More Fitness Gym. ايوه طبعا لما نسوي مقابله مع اي شخص من الاشخاص سواء كانت رياضيه او مغامره في العاده نطلب منهم ان هم يختاروا المكان اللي يحسوا يناسبهم او يمثلهم او يعني له اهميه في حياتهم. ايوه ف نحن اليوم هنا في One More Fitness طبعا جالسين نصور في هذا السيت اب الجميل مع مثل ما شايفه انجازاتش هنا اون ديسبلاي. فأريد أعرف إيش يعني ليش هذا الجيم؟ إيش يعني لي؟ أوكي صراحة في واجد ميموريز واجد ذكريات واجد أشياء يعني أنا الحين الفكرة وفكرة تجي في بالي بس بحاول أسرد البعض منها. نبدأ بالواضح مثلاً زين أنا حالياً لاعبة رفع أثقال في المنتخب الوطني. الجيم هذا جيم كروسفيت في جزء منه في رفع أثقال وكذا فالمكان نوعاً ما يمثلني ويمثل رياضتي. وأنا أصلاً بديت رفع الأثقال من الكروسفيت. طبعاً أمس لما كنا نحط كل الميداليات كنا نقرأهم ونشوفهم تمام؟ فأنا شايفة السنوات المختلفة في الميداليات. أوكي؟ فأبا أعرف لأن شايفة أكثر من رياضة. ما بس مثلاً رفع أثقال أو كروسفيت. I see all kinds of sports. I want to know for مروة أنت الحين في المنتخب الوطني لرفع الأثقال. أيوه. أكيد في أشياء مريتي فيها قبل لين وصلتي هذا المرحلة. أوكي. صح لا؟ فأنت يوم بديتي هل هي كانت الكروسفيت اللي أدت أن أنت تدخلي رفع الأثقال؟ Yeah, CrossFit into weightlifting. Okay. Definitely, it was CrossFit. Okay. بس نتكلم عن مثلا المسيرة الرياضية وكذا هذا من I was young I always loved being active كان يستهويني مثلا حصة الرياضة في المدرسة كنت أحب موضوع المنافسة مثلا يكون في منافسات أو ألعاب قوة بين المدارس كنت أحب أشارك. من أيام المدرسة وأنا وجدت نفسي الرياضة تستهويني وكان عندي أصلاً طاقة كذا عالية يعني دائماً طاقتي عالية حتى مثلاً من قبل المدرسة وحتى عمر المدرسة زين كنت أشوف نفسي أحب ألعب مع الأولاد أكثر من إني ألعب مع البنات. ليش؟ لأن الأولاد حركيين بيروحوا بيتسلقوا شجرة ما أدري بيركضوا ما أعرف إيش ألعبهم كذا أما البنات بيجلسوا في مكان بيلعبوا ما أدري بدمة وكذا وكان واجد يستهويني كنت أحب الحركة أكثر. إيه. فمن عمر صغير وأنا كذا أصلاً. أوكي. ولما دخلتي الرياضة من عمر صغير هل هذا الشيء كان؟ Sorry repeat على keep going. It's okay. With the sports that you were doing as a child. هل كنتي شايفة نفسك إن أنتي بتدخلي مجال الرياضة لما تكبري ولا كنتي تحسيها عادي هواية؟ هي كانت هواية بس يعني مثلاً أنا أذكر إنه لأنه من الأشياء اللي كنت أحبها كنت أحب مثلاً أقلب جرايد وما أدري إيش هذا كان من أطباعي يعني. فمثلاً لما كنت أشوف لاعبين منتخب وطني ويمثلوا الدولة ويشاركوا في شيء يعني أنا أحبه اللي هو الرياضة كنت أحس إنه أنا أبغى أكون كذا يوم من الأيام. أيه. هالشيء كان فيني من زمان بس ما حققته إلا الحين. بعد سنين يعني صارت الفرصة إن هذا بس ليش قبل ما صار ما أعرف لا سنين. أيه. لا ما لا the interest was there. أيه فهمت. إيش هي الرياضة اللي دخلتش هذا العالم؟ فما إنه في رياضة معينة هي كانت هذيك بس أنا مثلاً كنت أروح أوكي جربت مسقط ماراثون بس مثلاً رحت جربت مسقط ماراثون the first time أوكي and يعني شاركت and then فوكس شاركت and أتذكر مثلاً لما كان في تتويج في البوديوم I thought ليش كلهم أجانب بنات I want to see عماني ladies there فمثلاً كان في interest إني أتشجع and أحاول أشد حيل عشان أوصل بس نفس الوقت كنت ألعب كروسفيت وطبعاً أحب إن to challenge myself and progress okay and maybe one day reach and compete
at a higher level سواء regional ولا أعلى ولا كذا يعني محلي وبعدين هذا. دخلتي في أي سباقات في كروسفيت؟ أيوه شاركت في ثرو داونز يسموهم ثرو داونز يعني أوكي. تكون مسابقات تقيمها جهات معينة مثلا مثلا جيم في الكويت ينظم بطولة بالتعاون مع جهات مختلفة وكذا يعني أو مثلا في البحرين أو في عمان. وين وش الدول اللي شاركتي فيها؟ في الكروسفيت بحرين وعمان كويت مرة رحت كنت أشارك فعاليات جانبية مش في البطولة بالنفس بس كان عندي طموح إني أشارك في هذيك البطولة بس في ذاك الوقت ما صار يعني المستوى ما كان التنافس كان عالي جدا وأنا ما كنت واصل لهذاك المستوى فبغض النظر أنا قررت إني أروح وأعيش الأجواء وأشارك في الفعاليات الجانبية يعني كان مثلا في سباق اسمه سراسن هذا السباق أوكي سراسن هذا سباق نفس السبارتن نفس فكرة السبارتن نجري مسافات وفيها حواجز أوكي. كانت من الفعاليات الجانبية لبطولة الكروسفيت هذه فمثلا شاركت في هذا في شباب كنت أعرفهم مشاركين في البطولة مال الكروسفيت رحت أشجعهم رحت أعيش الأجواء تعرفي قلت أنا حتى لو ما تأهلت ودخلت يعني البطولة أنا بروح وبعيش الأجواء وبطمح إني أوصل هناك تعرفي لما تروحي وتعيشي وتشوفي صح شوية تتحمسي أكثر الدخل تريد تكوني معاهم أيوه. كيف بغيت تدخلي من كروسفيت إلى رفع أثقال؟ أيوة أوكي كيف أزين رياضة الكروسفيت متنوعة فيها رفع أثقال فيها جمناستكس فيها كارديو فيها يعني كأنها تجمع كل الرياضات تقريبا أيوة. رياضة واحدة زين أنا كلاعبة كروسفيت كنت أحب أحسن مهاراتي في يعني الحركات المختلفة من ضمنها حركات رفع الأثقال حركات رفع الأثقال يعني يبالها مهارة عالية زين it's very very technical الحركة يعني very technical ويبالها balance وقوة ويعني يبالها إنش تفهمي ما أنها بس إنش تشل البار وتسوي كذا لا ما سهل زين ويبالها حتى خبرة ف أنا كنت أحس إنه بغيت أحسن مهارة رفع الأثقال وكنت أشوف الشباب حركتهم يعني لا بأس فيها وزينة يعني وأنا عارفة إنهم متعلمين من مدرب المنتخب سألتهم هل عادي أجي المنتخب ممكن سألوا مدربكم إذا أجي ممكن أجي فراحوا وسألوا وجاتني الموافقة وانضميت في البداية كنت وحدي كنت أنا ويمكن عادي 20 شاب في الصالة ولا يعني عدد كبير يعني وأنا بنت بروحي لأنه اكتشفت أن أصلا ما في بنات في المنتخب متى اكتشفتي لما دخلتي؟ أيوه بس يعني في نفس الوقت ما كنت مصدومة لأن أصلا أنا ما جالي أشوف بنات أيوه بس يعني ما جالست أفكر أنه أوكي ما في بنات لأني أنا ما شفتهم أيوه بس لما رحت بس أنت هل أنت أول وحدة؟ أيوه أنت أول عمانية تدخل منتخب رفع الأثقال أيوه لرفع الأثقال أوكي واو أوكي لأنه كان عندي رغبة أني أحسن مهارات هي الرفعات في الرفعات يعني واو ومن هناك يعني جات فرصة أني أنضم للمنتخب وقمت أحسن هذه المهارة وبعد الطريق طويل زين لأنه عشان يعني أنش توصلي لبعيد توصل لمستوى مثلاً أولمبي أو قاري أو عالمي أنت كنت حاطة في بالك أن تريد توصلي هذا المستوى؟ فيها تشالنج فيها تحدي يعني ما سهلة يعني وبعدين غير كذا يعني أنا وجدت نفسي أميل لها أحب الرياضات اللي كذا يعني فيها حركة وقوة يعني أنا أحس من أكثر الرياضات ما أعرف إذا هذا شيء صحيح بس أحس من أنت يعني من كل الميداليات اللي شفتهم من أكثر الرياضات اللي فعلا كنتي دائما فيها هي رياضة الكروسفيت ورفع الأثقال بس بمعرفتي بش يعني أنا ممكن ما عرفتش بفترة طويلة بس حسيت أن أنا ما كنت أعرف أن أنت كان في رياضات ثانية اللي أدت لأن تدخلي رفع الأثقال فدائما أشوفش ما شاء الله ملتزمة مع
جدول تمرين رفع الأثقال ملتزمة مع هذه الرياضة. مع أن أنت قلتي دائما كنت تقولي لي إن أنا أغير 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 أغير. ليش بالذات هذه الرياضة تمسكتي فيها والتزمتي فيها؟ أيوة. أزين هو عشان توصل لبعيد في رياضة معينة بشكل عام لازم تركزي عليها. أزين يعني اللاعب الفلاني والأولمبي أو يعني الأسطورة الفلاني كان يعني بالعادة يركزوا على رياضتهم يضحوا بشكل كبير عشان يوصلوا. زين فأنا قررت أني أركز، وأصلاً مدربي في المنتخب ما يرضى أني أصلاً ألعب رياضات ثانية، يقول أنت تريد تتطوري تريد توصلي لازم تركز. هل واجهتي صعوبة في هذا الشيء؟ أيوة واجهت صعوبة، لأنه أنا بطبعي إنسانة تحب تجرب تجارب جديدة، تدخل في تحديات مختلفة، وهي شخصيتي كذا يعني. يعني فكان شوي صعب إني أمسك نفسي، يعني واجد أشوف أشياء خاطر أسويها. أيوة. بس أجلس أضحي. بس هل حسيت إن هذه التضحية أدى إلى نتائج إيجابية في هذه الرياضة اللي هي رفع الأثقال؟ هي تأدي، بس يعني ترى حتى لو يعني يعني الأثر يجي على المدى الطويل، يعني توصلي بعد فترة، يعني ما فجأة يعني أوكي أنا ترك كل الرياضات في شهر في شهرين في سنة أوكي خلاص بوصل مستوى الأولمبي، ما كذا، بياخذ سنين يعني، سنين من التضحية. فاللي أنا أسويه هو صح إني أنا مركزة على رياضة رفع الأثقال، بس مرات أحاول يعني شوية أرفه عن نفسي، يعني عشان تشاركي في سباقات تشاركي في سباقات مختلفة إلى آخره، ذات ار يعني مختلفة عن رفع الأثقال. حالياً أحاول أني ما أسوي شيء يتضارب جداً مع رفع الأثقال، وما أسوي إلا بإذن مدربي يعني. أيوة. عندكم هذه العلاقة أنه تخبري أيوة. قبل أنه بشارك ضروري. كذا وكذا ضروري بالنسبة للبطولات والمشاركات، ضروري يعرف. أيوة. بالنسبة لي أكبر البطولات اللي شاركتي فيها هي بطولات سبارتن وآيرون مان، صح؟ من ناحية اللي غير رفع الأثقال؟ سبارتن، آيرون مان، يو تي ام بي. بس الآيرون مان هو عبارة عن it's like a triathlon، صح؟ صح. يعني في سباحة جري وجري وسيكل. أنا سمعت أن أنت ما كنت تعرفي تسبحي وتعلمتي السباحة صفر. عشان ما كنت صفر. أيوة. بس عمري ما سبحت كيلوين، يعني مين سابح كيلوين في البحر يعني. كنت أعرف أسبح، بس يعني سباحة ما شيء كنت أسويه بشكل دائم. زين وإذا سبحت مثلاً بالعادة بسبح مسبح. أيوة. والمسبح غير عن البحر. صح. البحر كبير وواسع وممكن يكون مخيف وفي أمواج وأسماك وكذا. زين فبالنسبة للموضوع وأسبح فيه كيلوين، وكنت أخاف يعني أخي أنا بقدر أسبح كيلوين، ما بتعب، ما بغرق، البحر ما بيكون شرير معاي ويسحبني ويصير فكان صح. في تحدي نفسي وعقلي كبير. فأنا في فترة التدريب في فترة التدريب في السباحة في البحر كانوا ثلاث أشياء لازم أتدرب عليهم، جري وسباحة وسيكل. أيوة. الجري أموره طيبة، كنت شيء سويته من قبل. بالنسبة للسباحة والسيكل شيء ما سويتهم واجد. بالنسبة للسيكل أوكي، بس كان لازم أتعود على السيكل وكيف أستخدمه وتكنيكه، لأنه ما السيكل العادي فيه جيرات، كان لازم أتعلم بعد لازم أتعلم على الجيرات لأنه في الطلعة والنزلة والشارع المستوي وكذا. يعني لازم نبدل الجيرات بطريقة أنها تساعدنا، ما تصعب علينا. أيوة صح. وغير كذا إنه أنت تسوق في شارع وفي سيارات، فأنت تنتبهي على المحيط مالش. أيوة. من ناحية السلامة وكذا. فإني أتعود على كل هالأمور فجأة يعني كان شوي صعب، فكنا نحاول نروح مكان أصلاً ما في سيارات ونتعلم جيرات، بعدين شوية شوية أوكي شارع ما فيش. فهذا كان فيه تحدي. بعدين مع الوقت حسيت نفسي يعني يوم الأول تقول لي
هذا الشارع فيه صعدة بسيطة، أنا هذا الصعدة ما أشوفها، أنا أشوفها مسطح. أي صعدة؟ يعني صديقتي اللي كانت هي خبيرة في الأمور أوكي تقول لي كذا، لكن بعد أسبوعين أنا أشوف الصعدة أحس فيها. قبل ما كنت أحس، ما كنت أفهم، بالنسبة لي إيش هذا الشارع سيدة بس لا فيه شوية مثلا صح. إنزين، وبالنسبة للسباحة نفس الشيء، كان هو آخر من بين الثلاثة، آخر شيء قدرت أتعود عليه أو أتغلب عليه. وين تمرنتي؟ في البحر؟ في البحر. زين، وفي الشتاء فالماي كان بارد، أسوي دراما يعني. أوكي، مين ساعدني في The Iron Man Journey؟ صديقتي أثير، كان عندها خبرة في الترياثلون، خبرة بسيطة لكن عندها خبرة وتقرأ وهالأمور، فهي ساعدتني أتعلم على السيكل. ونفس الوقت في البحر كنا نروح مع بعض. زين، فأذكر من أول دراما سويتها الماي بارد، ما أريد أدخل. بارد بارد شتا، وأنا مهلوزة أصلا في الصيف وبنت عمان يعني فما أحب البرد. زين، فسويت دراما، بعدين لين دخلت في الماي، بعدين بدأت أسوي والبحر ما يحبني، ما جالس يدخل في عيني وفمي، والماي ما وأسوي دراما والدلع فسالفة يعني كانت. زين، بعدين بعد ما تخطينا كل هذا أوكي يعني أوكي يلا نسبح لهناك، لا أخاف، لا جننتها. واو. فنفسيا اصلا كان اصعب من انه السباق بالنفس. بالنفس، ايوه. كم فتره خذيتي تتجهزي حق هذا السباق؟ اوكي، انا عندي طبع انه مرات اشارك في شيء فجاه كذا اخر لحظه. انزين، يعني امبولسيف، طريقه اندفاعيه. زين، بعدين بعد ما اسجل استوعب انه ايش سويت. العين لازم اتدرب وما عندي واجد وقت. زين، فبالنسبة لها السباق تقريبا قبل 6 أسابيع من السباق، شهر ونص. أيوة شهر ونص، لكن ما كان عندي الشهر ونص كاملين، لأنه في نفس الوقت صادف أن الوقت اللي توفى سلطان الله يرحمه. أيوة. ففي أمور تعطلت يعني كم يوم، فجلست أخسر وقت شوية يعني. لما بدينا المقابلة تكلمنا عن عدة أشياء، الرياضات اللي دخلتي فيها، بعض السباقات اللي شاركتي فيها، رياضة رفع الأثقال، بدينا شوية ندخل في ممكن تقولي الديتيلز أو التفاصيل. أوكي. تفاصيل رفع الأثقال. أوكي. تكلمنا يمكن شوية عن التحديات بس ما دخلنا فيها بعمق. أوكي. صح لا؟ أريد أعرف أكثر عنك، أريد أعرف أكثر عن مروة هنا اليوم. أوكي. هذا سؤال. هذا ما سؤال. هذا ما سؤال. I'm like waiting for the question. بكون واجد صريحة معك، من الناس اللي نحن جالسين نسوي مقابلات معهم، أنت يمكن الرياضية الوحيدة اللي أنا بجلس معاها اللي مرت على مقابلات كثيرة. أوكي. سواء كان تلفزيون أو كتابي or whatever يعني. أوكي. بس يمكن هذه أول مقابلة من هذا النوع تسوي. أوكي. اوكي، و بندخل في بعض المواضيع شويه شخصيه. اوكي، بس اذا حسيتي في اي فتره ان ما مرتاحه عادي يعني خبريني. اوكي. اوكي، انت خبرتيني شويه عن اخوانك وخواتك واهلك بشكل بسيط. تكلمنا عنه. حد من اخوانك داخل مجال الرياضه مثلك؟ مو بنفس الهوس اللي عندي. كم اخت عندك؟ عندي 4 خوات واخ. اوكي، حد يعني منهم يشارك في المجال الرياضي؟ بشكل بسيط يعني. اختي الصغيره حسيت عندها اهتمام يعني، في فترات في الماضي لما سويت الألف سبارتن ريس خلتها معي يعني، كانت تقول خذيني معاش ابغى اجرب. ففي يمكن كم من سباق احنا راكضين مع بعض. بس في فتره لما بدت كان في سباق أطفال، وهي كانت يعني ما واجد صغيرة، فكانت تركض وحدها. بس لما شاركت في السباقات اللي هي مال الفئة العمرية الأعلى، هذيك السباقات لأنها مسافات أطول وكذا ما خليتها بروحها، سوينا مع بعض. فأيوة عندها اهتمام. ومثلا الجيم هذا اللي نصور فيه، أنا أدرب هنا.
انزين فتشوفني انا كل يوم اجي اروح هذا واطلع من البيت، فتقول خذيني معاش ابغى يعني تجوين الجيم يعني أيوه. انضم للجيم وكذا. أيوه. ففي في اهتمام بس مو هوس نفسي. كم عمرها هي الحين؟ الحين 19 سنة. اوكي 19 الحين. اوكي بس ايام السبارتن وكذا كانت اصغر، كانت أيوه. 14 15 16. يعني سباق الكبار يعني اقل شيء لازم تكوني 16. سباق قبل كانت تشارك فئة الاطفال لانه يعني عمريا المفروض هذيك الفئة، المسافات يعني. اقصر مال يمكن كيلو كيلوين. ايوه اما مال الكبار 14 كيلو ما ادري 6 كيلو ما فهد، فهذيك المسافات الاطول واللي صح. فيها حواجز كنت دائما معاها يعني أيوة. امشي على سرعتها. حلو أيوة. يعني سويت اشياء مع بعض. سوينا ما بس هذاك، حتى مثلا سباق ناس مشاركين مع بعض خذتها أيوة. معي فمرات انه اخذها معي، هي عندها اهتمام يعني تبغى، احس انها تحب. بس يعني احنا طبعا مختلفين، هي عندها اهتمامات يعني تحب اشياء انا ما احبها. بس من الناحيه الرياضيه ايوه هي شوي يعني تعرفي هي الصغيره، انا الاخت الوسطى يعني، بس يعني اكبر منها، واحنا في البيت ساكنين في نفس الغرفه انا وهي. فاقدر اقول انها نوعا ما انفلونسد يعني شوي متاثره فيني ونفس الوقت يعني فلنقل انه احنا الاقرب. نطلع مع بعض، نروح سينما، ما ادري ايش نسوي اشياء مع بعض يعني. ف اوكي يا من اهلش اكثر شيء ساندش في رياضاتك؟ عاد اجاوب السؤال بشكل عكسي. اوكي زين. اكثر شخص احس اني اتجنن بحبه للرياضه امي. زين البقيه احس عادي يعني أيه. نص نص. كيف تجننيها يعني؟ اجننها لانه انا بشكل عام طبيعتي احب الرياضات، يعني احب اجرب رياضات مختلف انواعها، والرياضات احب رياضات والمغامرات والتحديات، واحب اجرب اشياء جديده. فاي شيء في الحياه سواء يعني رياضه مغامره ولا اي شيء ولا اي شيء في الحياه مرات يكون فيها مخاطر. صح. والام يعني دائما تحب عيالها وتخاف عليهم، فانا اروح العب اثقال ما ادري، اروح اصعد جبل ما ادري هذا، وهي تسمع قصص عن ناس ما ادري هذه طاحت من جبل ما ادري هذا غرق في الوادي ما أدري، فكلها تخاف وتحاتي وتقول هذه تو مالها يعني ما تحب الا الاشياء اللي فيها خطر. وانا هالاشياء تحمسني، انا احبها يعني. كيف كانت وجدت نفسي احب هالامور لما قلتي لها انك دخلتي منتخب رفع الاثقال؟ والله صراحة بشكل عام إذا أنا أكون صريحة جداً زين معارضة أهلي أو أمي للرياضات اللي نوعاً ما فيها خطر أو شيء ما وقفتني من أني أمارسها، لأنه أنا أحس إذا مثلاً وقفت أسوي الرياضات اللي يعني بالنسبة لي ممتعة ومحفزة وأنا شغوفة فيها يعني أحس أنه احس بحزن، بكون حزينه بحياتي بتنتهي، ما احس عندي حياه. فما سويت سالفه حل اللي يقول لي لا. وسعيت يعني، لان شوفي لما تكبري وتخلصي جامعه وتبدي تشتغلي يصير عندك مثلا راتبك سيارتك، ففي نوع ما من الاستقلاليه. فما معتمده على غيري، معتمده على نفسي، ابغى كذا بروح اسعى له بروحي. ما انا عندي الاستقلالية مثلا مادية وكذا. ف ايوه فنوعا ما اسوي اللي ابا، مع انه ما كل شيء فيه مادة في السالفة يعني، بس يعني فهمتي مال انا اسوي اللي ابا، بس انا ما جالسة اسوي شيء غلط وما منزل راسكم او شيء. حتى لو هو يخوفش الموضوع انا بحاول افهمش انه ترى عادي وترى كذا كذا كذا، بس يعني ما شرط انها تتقبل، بس يعني فيها الصراع بيننا بس يعني. بس هي الحين متقبله وجودك في المنتخب؟ ايوه يعني هي انا احس انها تفتخر فيني. زين حتى ومثلا اخواني واخواتي يعني تقول هذه بنتي الاثليت الشامبيون، عند ناس مثلا اول مره نشوفهم مش اول مره نشوفهم، مثلا ناس جايين زايريننا وما يعرفوني ما سامعين عني، ايوه هذه البنت الرياضيه يعني. مثلا انا اكون راجعه من تمرين مثلا في الليل اوكي، وفي ناس
زين انا داخله ايوه هذه بنت الرياضيه وكذا مثلا هذه بتقول مثلا اذا خواتي هذه بنت فلانه وهذه بنت علانه لا انا لازم في اللقب هذه الرياضيه الكذا وتحب كذا وتحب تصعد جدبال وتحب هذا على كثر ما هي تتضارب معي مرات انت ليش كذا ليش تحبي هذه الامور تجننيني واخاف عليش وكذا يعني بس في نفس الوقت هي فخوره في النهايه يعني هل كان في موقف هذا اللي أنا أشوفه يعني معين مريتي فيه مثلاً في شيء سباق أو شيء وأمش قالت لش إنه مثلاً ما تكملي أو مش ما تكملي مثلاً نعطيش مثال على في بطولة عالم مال سبارتن موجود الميدالية في مكان أيوة السبارتن كلهم هنا فبطولة العالم مال سبارتن هذه كانت في أمريكا زين كانت في 2017 زين في أمريكا but somewhere there it's not round it looks هذا شتي هنا ايه موجود هنا تحت لأنه it's not round so it's easy to find هذا there you go Spartan World Team Championship وفي واحد ثاني مدور أوكي نفس الشيء مال هذا لأن سويت سباقين المهم هذا كان أول سباق سبارتن شاركي فيه؟ لا ثاني سباق أول سباق كان سباق صغير كيوت 5-6 كيلو أيوة. هذا كان لا هذا كان سباقين واحد 26 كيلو والثاني كان 14 كيلو وجريهم يومين ورا بعض إنزين وبالنسبة لي مسافات جديدة بلد جديد تحدي جديد كله كان يعني شيء يعني ما سويته قبل وانا ما عارفه هل بقدر اسويه ما اقدر اسويه فنفسيا كان ما والده ما متقبله اوكي نرجع للوالده اوكي بالنسبه للوالده سالفه انه بنتها تبغى تروح لين امريكا وحدها وعشان تشارك في سباق ومعاها اثنين شباب بعد لانه هو كان تيم شامبيونشيب الفرق لازم تكون شابين وبنت من كل دوله اوكي ويعني باختصار يعني ما تقبلت ماشي زين انا درست في سلطنه عمان اخواني وخواتي درسوا في سلطنه عمان فما متعودين عيالهم يروحوا يتغربوا في بلد بروحهم هذا شيء ما متعودين عليه زين فما عندي كذا حجه قويه انه انا I'll be okay يعني لا تخافي علي يعني ما في تجربه صعبه انا رحت قبل ايوه انا رحت قبل ايوه ففتحات ولين امريكا وبعيد المهم انا كان فيني انا بسوي يعني بسوي فيني اصرار يعني بروح يعني بروح فايش سويت رحت اقنعت اخوي خليه معي امريكا وما ادري ايش فجلست ابي لين وافق بعدين قلت له شوفي انا بروح امريكا ومعي محرم اخوي وافق يجي اخوي اكبر مني ترى بعد يعني ما انه اصغر مني لكن حتى لو يعني انه ماي بوينت اني اقنعت اخوي يجي معي زين ولا تحاتيني في الحلقه الاخيره ايش صار صار انه هي واخوي وخالتي جو معي كلهم رحنا امريكا عشان مروه تريد تجرب سباق ايوه فانا صريت على اللي اريده مع ان انا ما عارفه كيف بسوي في السباق ما عارفه هل بقدر ما بقدر كنت اسمع قصص كانت تخوفني يعني مثلا صديقتي مثلا هذا سباق في امريكا صديقتي مسويه سباق سبارتن بس في يوكي منطقه بارده تقول انا وصلت خط النهايه على طول داخل اسعاف صابني ايش انخفاض درجه حراره هايبوثيرميا زين فكانت تقول الله يعينك بي كيرفل فانا مثلا هالامور حطيتها في بالي انا لازم يكون عندي استراتيجي لازم اتحرك بشكل متواصل عشان يعني درجه حراره جسمي ما تنخفض زين كيف كان السباق فنان بس تشالنجينج لانه انا مش كانت هنا واجه لا كانت هي هم موجودين في الفيلج كانوا في يعني مثل قريه فيها خط البدايه والنهايه هم يتمشوا وانت تسابقي هم يتمشوا ما اعرف ايش انا صادق اهم شيء انه انا ما في امريكا بروحي ايوه بس راحت ماش راحت معي في الحلقه الاخيره ما هان عليها يعني وخالتي شبكه خاله امريكا شوبينج بلد ثاني وخالتي هذه كانت دارسه في امريكا فتعرف امريكا اوكي خذيتوا حد يعرف عنده خبره شويه فكذاك فكانت تجربة فنانة بالنسبة لي أول مرة وتجربة يعني بطولة عالم الناس اللي مشاركين كانوا من مختلف الدول يعني
ويعني ناس يلعبوا في الرياضة هذه من زمان. أنا بالنسبة لي كان عندي تجربة سباق واحد صغير يعني، فأنا جاية من مرحلة جدا مبتدئة إلى المرحلة المتقدمة فجأة. أوكي. بس كنتي لازم تستعدي حل هذه المرحلة المتقدمة. أيوة. فهنا في الشخص اللي ماسك السبارتن في عمان أو البارتنر يعني هو ساعدني في التحضير، وهو اللي أصلا راح دور يعني ناس يكونوا في الفريق. سأل يعني في تعرفوا بنت كذا كذا، فسأل واحدة تعرف يعرفها وهذيك تعرفني، فقالت له إيش رأيك فلان أكلمها بسألها كذا يعني. وأنا سمعت بطولة عالم معرف إيش، قلت ليش من النوع اللي أندفع من دفعة، وحسيت إنه في تحدي وكذا وموضوع يخوف بس يشوق. قلت والله ما فوت بطولة عالم، متى كل متى تجيني الفرصة أشارك بطولة عالم يعني، ما it's not some an everyday opportunity، كل يوم تجيش كذا فرص 100%. وفي هذيك الفترة كانت يعني تجربة أول مرة، فتحمست. ومن بعدها صرت سفيرة سبارتن. صح صح، لأنه كسبت خبرة يعني من السباق الصغير اللي سويته في عمان، بعدين تجربة بطولة العالم سباقين، فتعلمت أشياء وفترة التدريب. فبعدها بديت أفيد الناس اللي حولي، بديت مثلا ليش بغيتي أنك يعني تكوني سفيرة ذا سبارتن؟ هم يعني سبارتن أريبيا هم اللي يعني اقترحوا علي يعني. أوكي. بس يعني أنا لما شفت أنه يعني بعد ما رحت بطولة العالم شوية في النقل، طلعت على السوشيال ميديا على الأقل في الناس اللي كانوا يتابعوا السبارتن وكذا. أوكي. وبدأت أحصل تشجيع وهالأمور، وكانت تجيني ناس تسألني أسئلة. زين، فنفس السنة 2017 صار سباق في دبي، أول سباق سبارتن نسائي. أوكي. وفي بنات جايوني قالوا ايش رايك نروح مع بعض عزتين. اوكي. فرحنا وهما كانوا بنتين، كلموني وبعدين حصلت بنتين زياده، فكنا تيم اوف 5 رحنا. بعدين السنه اللي بعدها سويت نفس الحركه، اعلنت في السوشيال ميديا مالي مين يريد ينضم لي. والسنه اللي بعدها نفس الشيء، فثلاث سنوات متتاليه انا اخذ كل سنه فريق. فكنا نساند بعض يعني، مثلا هذا الجدار لازم ننط عشان نتخطاه يعني. فمثلا بنساعد بعض، نرفع بعض، مع ان هذا سباق فردي. صح. لا، ممكن يكون تيم، ممكن يكون فردي، ممكن يكون جماعي. ايوه. فانتوا كنتوا تسابقوا جماعي. ايوه. اوكي. فاحنا كنا نسابق طريقه جماعيه والهدف التشجيع. ففي ناس او في بنات اوكي من بعد ما شاركوا مشاركه اولى في هالسباق الجماعي تحمسوا يروحوا حتى بشكل فردي. فهمت؟ قبل كانوا خايفين، بس لما راحوا وجربوا بشكل جماعي وفي مساندة وفي دعم وما أدري إيش، قالوا أوكي I can، أنا قادرة. ويعني كنا خذوا فكرة وانطلقوا بروحهم. فأنا بالنسبة لي هالشيء واجد rewarding يعني، أحس يعني داخليا يجيب لي السعادة والرضا يعني أني أقدر أفيد غيري وشجعهم وكذا. فكنت أحاول أسوي هالأمور. فكانت أيام جميلة، أيام السبارتن شاركت في واجد سباقات يعني. نص تعرفت على نور؟ هذا. تعرفت على نور بالضبط. نور تعرفت عليها عن طريق السبارتن. أيوة. ثاني سنة أتوقع ولا ثالث سنة في هذا سباقات النساء. أيوة. أوكي. أيوة ثاني سنة يعني. أيوة. بطولة العالم كنت أنا وفهد العبري ومنير العزري، هذيل كلهم مدربين ترى، ما طلعت مدربة في النهاية. أوكي. إحنا ثلاثة كنا فريق عمان ومثلنا السلطنة الأول مرة حتى، وكانت مشاركة الأولى من نوعها حتى للدول العربية اللي الخليجية اللي شاركت، كنا إحنا والكويت والإمارات. حتى إحنا العرب حاولنا أن نتكاتف، غير أنه كان في تيم عمان وتيم كويت وتيم يو اي، إحنا تكاتفنا وركضنا السباق مع بعض، السباق التيم. أوكي. وحتى وصلنا خط النهاية مع بعض، كنا تقريبا آخر فريق الصراحة يعني، لأنه واجهنا بعض المصاعب يعني، مثلا شد عضلي ما أدري إيش، وصلنا بطيئين. بس وحتى وإحنا واصلين آخر شيء، كمية الطاقة والتشجيع اللي صار من الجمهور الأمريكي أو الحاضرين من مختلف أنواع، من مختلف بلدان العالم يعني، كان تشجيع غير طبيعي. أنت حاسة نفسك أنت واصلة هناك أول شيء. في واجد أشياء اليوم تكلمنا عنها ما توقعت أنك بنتكلم عنها. من ضمنها
وجودش منتخب رفع الأثقال. ويمكن بعض التفاصيل اللي ما توقعت ان انت كنت تريد تدخلي فيها وبتدخلي فيها. يمكن من ناحية بعض التحديات اللي تواجهها، بس في نفس الوقت كرياضية أكثر الناس اللي بكون صريحة معاش لما قالوا لنا أنا ونور كنا نقسم الناس اللي نحن بنكلمهم يعني بنقابلهم قلت أنا وش بسأل مروة؟ هذه كل مقابلة سوتها، ما في مقابلة لترولي ما سوتها، جرايد، تلفزيون، إذاعة، كل شيء. قالت لي لا في واجد أسئلة تقدر تسأليها، في واجد أشياء هي ما يعني ما تكلمت عنها. قلت مستحيل، يوم شفت الميداليات قلت أكيد هي تكلمت عن كل هذه الأشياء يعني قبل. Yeah, they were somehow mentioned. فإيش ممكن أنا إيش ممكن أنا أطلع اللي ما حد يعرفه عن مروة؟ هذا اللي خلاني إني أجلس أكتب الأسئلة اللي كتبتها ليش اليوم. في أسئلة أنا ما دخلت فيها، يمكن بدخل فيها بشوف كيف. وفي أشياء نحن بدينا شوية ندخل فيها. مروة كم سنة أنت الحين في المنتخب؟ من 2019 تقريبا 3 سنوات. إيش أكبر تحدي واجهتي في المنتخب إلى الآن؟ أكبر تحدي؟ أو تحدي تحسي واجهتي بشكل مستمر في الوقت الحالي؟ تحدي بشكل مستمر في الوقت الحالي. شوفي أنا بتكلم عن بعض التحديات الشخصية. أوكي؟ يعني تصير يعني on and off يعني مرة كذا مرة كذا. أوكي؟ مثلاً اللاعب لازم يهتم تغذيته. أنا مرات كذا أكون مزاجية ما خاطري أكل، ما نفسي أكل، وإحنا الأكل عنا ضروري عشان تكون عنا طاقة ونتغذى، وحتى أنا إذا أكسب وزن هذا بالعكس هذا شيء إيجابي في الرياضة. زين فمرات يعني أكون شوية ضعفانة أو ما جالسة أدي زين، يجيني كلام او اتسمع كلام يا اخي لازم تاكلي لازم تهتمي وما اعرف ايش، فشويه اواجه تحديات من هالناحيه. يعني ما احس انه اتس كونسيستنت، يعني ما كونسيستنت. زين ما باستمرار يعني ما باستمرار، يعني مره زين مره كذا، ما دائما مثلا اوكي. فمن هالناحيه في فترات من حياتي وير حسيت اني كنت I was managing this well، يعني كنت هذا الشيء كان أوكي عندي. أوكي وبعدين خسرت المومنتم. أيوه. لازم المومنتم يعني فجأة يعني إنه أكل يعني ما قدرت إني أستمر. أوكي ما أعرف إيش صار، أتوقع كورونا أشياء صارت فشوية اختبص لهذا وما قدرت أستمر على اللايف ستايل مال قبل، فمرات أواجه تحديات مع كورونا. كيف قدرت إنك دائما تكوني تواكبي التمرينات اللي عندكم؟ كنت أتمرن في البيت ماخذة. أوكي لحظة، الفترة الأولى من كورونا ما كنت ألعب رفع أثقال. أنا صح خبرتش أني داخلة رفع أثقال من 2019، بس ما من 2019 لليوم أنا كنت ألعب بشكل مستمر. أوكي يعني لعبت رفع أثقال 3 شهور وبعدين تركته وما رجعت إلا من يمكن سنة ونص كذا. فكان في فترة انقطاع وسنة ونص حتى ما متواصلة لأنه في كورونا وهذا. يعني في انقطاع يعني. بس نرجع لموضوعنا اللي هو التحديات وكذا، يعني صارت ظروف خلت هالشيء انه ممكن يكون تحدي، ممكن لحد ثاني يعني حد ثاني يحس موضوع الاكل سهل والله ناكل على راحتي وما اعرف ايش المهم. بس انا بالنسبه لي شخصيا مرات يكون تحدي ومرات اموري طيبه. زين واحنا كنساء احس اصلا شويه معقدين عنا سوالف، ما ادري هرمونات سوالف ما اعرف ايش، انا احس هذه تاثر. بس لما اخبر يعني رجل بهذا الكلام يقول انت تدلعي الكلام ما صحيح ما اعرف ايش، بس انا اؤمن انه في اشياء عوامل احنا تاثر فينا. زين المهم خلنا من هذا، في عوامل اخرى نفسيه ممكن تاثر فينا كلاعبه. يعني مثلا احنا كلاعبين عالميا حتى احسن لاعب في العالم اوكي عندنا
أيام زينة وأيام ما زينة، أيام نأدي فيها زين، أيام ما نأدي فيها زين. فالأيام لما اللي ما نأدي فيها زين تكثر، إنزين، أو أن نحس طابقين في وزن معين، تعرف إحنا رفع أثقال نحاول نرفع أعلى وزن ممكن يعني. إيه. فنحاول نزيد يعني نحقق أرقام جديدة وكذا. إيه. إنزين، فلما أكون مثلاً عندنا رفعتين خطف كلين جرك، زين، خطف ونتر يعني. فمثلا لاتس نختار رفعه واحده خطف، لاتس انا طبقت في وزن معين وصار لي مثلا شهور طابقه على هذا الرقم او مثلا حتى مرات تحته وما قادره ازيد، يجيني احباط، يجيني افكار مثل هل انا في الرياضه الصحيحه؟ ايش انا جالسه اسوي غلط؟ هل انا جالسه انام صح؟ هل انا جالسه اكل صح؟ هل انا جالسه ما اعرف ايش؟ ليش كذا؟ يجيني احباط، اوكي، او تو انا يعني هل انا مفروض اكون في رفع الاثقال ولا هذا الرياضه ما رياضتي عشان كذا انا اصلا طابقه وما بوصل؟ هل ما تجيني كذا يعني افكار مختلفه غير عن تحديات انه مثلا يعني او درس علمته في الفتره الماضيه انه مرات اساليب التدريب ما تمشي عند كل حد. يعني مرات اللي يمشي معي ما يمشي مع شخص ثاني، صح. اوكي، صح. يعني مثلا انت انزين يجيش مديرش في الدوام ينازعش، اوكي، وانت بتسوي الشغل مثلا، اوكي، انا يمكن ينازعني انا ازيد يعني كانه يصير لي شت داون وما اقدر اسوي، صح، بسبب اسلوبك ما عجبني. اوكي، انا كذا، اوكي، يعني هذا الاسلوب يمشي مع شخص ما بيمشي مع شخص ثاني مثلا، اوكي، نفس الشيء. وش الاسلوب اللي كان يضايقك؟ لحظه انا بقول مثلا نجي للتدريب، اوكي، نفس الشيء في موقف صار، زين، اوكي، السنه الماضيه او مش المهم في الفتره الماضيه يعني الكم شهر كذا يعني حتى اقل من سنه، اوكي، انضمت لنا لاعبة ما شاء الله موهوبة قوية ومن هالأمور، زين، وقامت تتطور بسرعة، زين، وهذا شيء ممتاز، بالعكس أنا أحبها وأحب لها الخير وأبغاها توصل حتى لو تعديني وتمثل عمان وتحقق اللي أنا أو أي إنسان عماني يبغى يحققه. يعني ما شرط أنا، يعني أنا بالنسبة لي ما شرط إذا أنا حققت شيء يعني بس هو خلاصة بيخليني هابي يعني. إذا أنا أشوف حد جالس يحقق ويوصل حتى لو في نفس مجالي ومعاي، أنا هذا الشيء يسعدني لأنه هذا الشخص وأنا، أوكي، جالسين نفتح أبواب للمستقبل، جالسين نثبت نفسنا، فهذا شيء إيجابي. المهم نرجع لموضوعنا، فكانت تتطور بسرعة وكذا، واللي حصل أنه من أساليب التحفيز أنه مرات أنا أقدر أقولش أوكي شوفي فلانة جات من بعدش، أوكي، أو لحظة نرجع لي خطوة للخلف، أوكي، في أي شيء في الحياة، أوكي، الناس مختلفين، أوكي، أنت ممكن تتعلمي الشيء في شهر وأنا يأخذني 6 شهور عشان أتعلم نفس الشيء، صح، زين، ناس مختلفين وقدراتهم وكذا، وأنا أؤمن إنه كل واحد their own journey في رحلتهم الخاصة وعلى سرعتهم الخاصة، وبس يحاولوا قدر الإمكان. فمثلاً مرات من أساليب التحفيز إنه أنا أجي أقولش شوفي هذه وصلت قريب عندش، مفروض أنت ما ترضي وتشدي حيلش أكثر عشان ما يسبقوش، إنزين، والنية تكون زينة إنه to motivate you، يعني انت توبة تخليها يلا harder يعني you know you let her reach you no مفروض ما ترضي، اوكي، مثلا كذا. فانا I can see how اقدر اشوف كيف هذا الشيء ممكن يكون محفز، اوكي، وما يعني ما I don't disagree with this way of training، لكن بالنسبة لي انا شخصيا ما اسلوبي، ما احب مقارنات، يعني في مقارنات إيجابية، يعني إذا مثلا أنا أقارنش بلاعب مثلا عالمي وأقول له شوفي تكنيكه أنت حاولي تسوي نفسه، أيوه. هذا النوع من المقارنة عادي، بس أيوه. مثلا المقارنة النوع الثاني مثلا إذا أنت في مع عائلتش مثلا أمش تقارنش شوفي أختش شاطرة في المدرسة وأنت هذا،
وكذا هذيك المقارنة الخايسة هذيك هذيك أنا ما أحبها. زين ما أعتقد أي حد يحبها يعني. فأنا بالنسبة لي ما أؤمن بهذا الأسلوب. فصار معي موقف إنه هالنوع من المقارنات. زين فأنا من النوع اللي لأني عارف إنه النية زينة والنية تحفيز وكذا كنت ساكتة على الموضوع بس نفس الوقت ضايقني. في يوم من الأيام وأنا طالعة مع نور رايحين الجبل أوكي نفطر يعني كنا إنزين سولفنا تسألني كيف التدريب وكذا قلها أوكي قلي كذاب أنا أعرف إيش ما مرتاحة هالفترة تعرفني زين أوكي وفتكلمنا بعدين الشيء اللي قالت لي إنه أنت لازم توعدين إن ما تسكتي لازم تتكلمي هذا شيء يضايقش تتكلمي زين وإحنا بشكل عام لما الإنسان يواجه تحديات نفسية واجد مرات يسكت واجد مرات يحس نفسه وحيد واجد مرات يحس لا لا ما في حد مر في شيء كذا لا لا فضيحة أقول أصلا هذا شيء سخيف طبيعي أنا كيف ما أقدر أسوي لا لا حتى ما أقدر أتكلم عنه فهمتي يمر بمواقف أو مثلا أنا I'm depressed بس ما أبغى أزعج حد أو يعني وايد سكتوا وايد ما جالسين to seek help ما جالسين حاولوا يبحثوا عن المساعدة وهالشيء غلط المهم فنور كلمتني اليوم الثاني صار هذا الموقف أوكي فأنا نفس الوقت تكلمت لأن قلت ذكرت كلام نور وكنت متحمسة already فتكلمت ولا أنا إذا أسكت عن الموضوع ترى عادي بعدين يروح أنا عارفة عمري فنفس الوقت خط أكشن وسبحان الله يعني تفهموني وما عادوا يكرروا الموضوع لأنه مثلا ما يمشي معي تذكر لما جينا نصور هناك في المكان اللي كنت تتمرني فيه؟ أيوه حال المنتخب صح أنا أول ما دخلت هذاك المكان شفتكم هناك أيوه صراحة يعني هذا شيء يمكن ما قلت لشياء قبل أنا كثير كثير أحترم الرياضة اللي أنت دخلتي فيها أوكي ما لأنها أقدم رياضة مثل ما قلتي لي ولا لأنها تتطلب مجهود جسدي كبير بس حسيت بفخر وجودكم هناك يعني ولما شفت طبعا مكان يعني ما اي شخص ممكن يدخل هذه الرياضه اوكي ما اي شخص ممكن يدخل هذه الرياضه ما اي شخص ممكن يكون عنده هذه الانجازات بهذه الطريقه ما شاء الله يعني انا لما شفت الميداليات ما توقعت انهم يكونوا بهذه الكثره بس وجودك في المنتخب لرفع الأثقال لما تقولي للناس إن أنت في هذا النوع من هذه الرياضة إيش تكون ردة فعلهم؟ يستغربوا يعني ما يبين علي لأنه لما أكون في مكان الرياضة يعني في بيئة الرياضية وكذا أكون شوية يعني مش شوية أكون واجد هايبر يعني ولأنه مثلاً مروة اللي في الدوام هادية ما يبين عليها إنه مثلاً رياضية وما أدري إيش وكذا يعني you know body wise you know I'm tiny it's not like I'm muscular and ما أعرف إيش ويبين علي إني ألعب رياضة مثل كذا فيستغربوا أنت تسوي كل هذا إذا شخص ما يعرف no has no idea شخص ما عنده أبداً أي فكرة عني وعن اللي أسويه برا الدوام أوكي يستغربوا أوكي بس في نفس الوقت أحس ردة الفعل إيجابية يعني أنا بشكل عام متابعيني والناس اللي حولي أحس إن جالسة أجذب طاقة إيجابية ما في ناس سلبيين واجد يعني أو ما أحس فيهم يعني مثلاً حين تقول لي جيبي لي موقف مثلاً سلبي أو شيء ما بتذكر لأنه الإيجابية طاغية يعني إنه يعطيش العافية وكفو وفخر و... يعني اللي ما يعجبه السوالف بعيد عني فأموري طيبة أنت تدخل في سباقات عالمية أو منافسات عالمية في رفع الأثقال عالمية وما وصلت عالمية يط خليجية؟ جرني خليج عرب حابة توصل إلى سباقات عالمية؟ أكيد مثل ما يعني أيوه. في سبارتن يعني وغيره مثلاً آسيا عالم أولمبيات هذا الحلم الأكبر يعتبر بس يباله شغل يباله كثير يعني اللي وصلوا ما وصلوا في سنة سنتين
في 10 سنين 15 سنة ما أعرف كم اللين حققوا الإنجاز وكذا، فيأخذ وقت. وأنا عارفة هالشيء وعارفة إنه يتطلب كثير من التضحيات وما بس كذا، يعني شغل كثير يعني. فبس يعني الوصول لمثل هالأماكن يعني ما أي حد يوصل، فالشيء كبير إذا صار. إيش تحسي لازم تسوي عشان توصلي؟ لازم أهتم كل شيء، لازم أتفرغ لهالرياضة، لازم كل شيء. لما أقول كل شيء، جانب النفسي الجسدي الركبر كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. وحتى الدولة لازم حتى يعني تهتم، يعني ما بس الرياضة بالنفس. كدعم مثلا مادي يعني؟ كل شيء مادي معنوي، من ناحية مثلا التكريم recognition. بدخل إنجليزي ولا مشكلة ذا كذا. روبكس كيوب؟ أيوة. أوكي تمام. أنا بغيت، كان ودي إننا نتعمق اليوم. كان ودي، كان ودي إننا نتعمق اليوم أكثر في هذه المقابلة، ويمكن نقدر يمكن ما نقدر، بنشوف كيف. أوكي. بس هذا الأسبوع أنا تعرفت على مروة بشكل مختلف. صح. يمكن أنا ما كنت متوقعة صراحة الكلام اللي كنت بتقولي لي إياه. كنت متوقعة بتسولفي شوية، يمكن بتقولي لي بعض الأشياء، بس أنتي فعلا يعني دخلنا في تفاصيل مختلفة. صح. لما جلسنا مع بعض، منها شيء كبير جدا جالس يصير في حياتك الوقت الحالي، او مرحله ممكن تقوليها. ايوه، مرحله جالسه تمر فيها في الوقت الحالي. ايوه. ايش نوع هذه المرحله؟ كيف بدت؟ كيف، ايش اللي خلاش في الوقت الحالي تريدي تدخلي هذه المرحله؟ هل هو صار شيء معين او يعني how did you find yourself in this situation where you want to go on this journey؟ اوكي. انا راح احكي لك القصه وعد ليتر وذ سايد وبوت ات ودون بوت ات ما اعرف ايش. اللي صار اني مرحله من حياتي ايام كنت في المدرسه تعلمت او كنت اقرا جريده اقلب فيها يعني، وشدني عنوان مقاله. زين، عنوان المقالة كان اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، شيء كذا ولا العكس؟ ما لا بيكون ADHD، بيكون تشتت شيء من هذا القبيل، تشتت انتباه وفرط حركة. ايش كان مضمون هذا المقال يعني؟ زين، مضمون المقال انا ما اتذكر، بس اتذكر العنوان واتذكر اني قريت، ونفس الوقت على طول حسيت انه ايه يتكلم عني ولا ايش، ولا حتى العنوان بس من قبل ما اقرا المقال حسيت انه في شيء كذا. ايوه، حسيت انه حسيت اني اي ريليتد يعني. زين، فمن هذاك اليوم وانا عارف انه في شيء اسمه كذا، بس ما تعمقت في الموضوع واجد يعني. يمكن رحت قريت اونلاين، بس تعرفي مع مرور الزمن اللي تحصليه اونلاين اكثر صح معلومات وكذا، فهذيك الفترة ما أعتقد كان كثير يعني. زين، بس وشفت وتركت الموضوع، وخلال السنين أوكي كنت بين فترة وفترة يعني يجيني مرة ثانية فضول، أوكي أروح أقرأ شوي وبعدين أترك. بس الفترة الماضية نفس هذا الاضطراب تعمقت فيه. زين، ليش؟ أعرف حد شخص بهذا الاضطراب، والتقيت بهالشخص في رمضان وسألتهم عن الاضطراب لأنه أنا عندي اهتمام بالموضوع. تكلمنا شوية بس من بعدها تواصلنا وعرفت أكثر، وشخصيا حسيت هذاك الاهتمام ولا هذاك الفضول رجع قوة. أوكي، فبديت أقرأ وأقرأ أونلاين
كل شوية يجيني سؤال واكتبه واقرا واقرا عن الاشياء اللي انت تمري فيها يعني. لا عن الاضطراب هذا بالنفس. أيوة. اقرا عنه. أيوة. يجيني سؤال زين هذيل كيف عقلهم مفكر، هذيل ليش مختلفين، ليش ما اعرف ايش، ايش الاعراض، ايش ما اعرف ايش، هل في اشخاص ناجحين او يعني امثله على هذا؟ ليش لا بس انا ابغى افهم زين. أيوة. ايش التحديات اللي ما اعرف ايش، ورحت اسمع ناس تحكي قصصها، لانه الحين لما وصلنا هالمرحلة من الزمن المعلومات اللي موجودة أونلاين كثيرة. صحيح. كثيرة. صحيح. ما نفس قبل، الحين بسهولة حصل واجد. زين ف وأنا كل ما كنت أقرأ أكثر وأكثر حسيت إنه يا إلهي الاضطراب هذا يشرح حياتي كلها كلها، اهتماماتي، شخصيتي، تصرفاتي، التحديات اللي مريت فيها، بعض المشاكل والصعوبات، والله العظيم كأنه هذا. فأنا قررت أنه خلني أحصل تشخيص يعني رسمي، يعني أنه لك بصفة رسمية، بصفة رسمية يعني. حسيت أنه عندك الأعراض. أيوة. إنزين ويعني أصلاً الناس اللي عندهم يعني دارسين علم نفس وهالأمور، أوكي، اللي حولي عندي أصدقاء وكذا، قالوا أنت هذا الاضطراب واضح فيش نفس وضوح الشمس، يعني واجد واضح كل الأعراض. يعني مثلا صديقتي هذه كانت تقول أنا فكرت فيش أول شيء لما تعلمت عن هذا، أوكي. أكثر من شخص يعني أعرفهم كم سنة الحين يعرفوني يعني وشخصيته ومختلف يعني جوانبها، اتفقوا على هذا الكلام. فأنا قلت أوكي لا أنا خلني أجيب يعني أبغى بصفة رسمية يعني هالكلام من طبيب، وبعدين بشتغل على الموضوع يعني إيش ممكن أحسن إنه يكون يعني الاضطراب هذا يعني قوة بالنسبة لي، بدل ما يكون شيء ما أدري يخرب علي. من يعرف حالياً إن أنت جالسة تمري في هذه المرحلة؟ أصدقائي صديقاتي يعني. أول مرة تتكلمي عن هالموضوع اليوم؟ على كاميرا أيوة. بس بشكل شخصي لا، لأن الفترة الماضية خاصة هذه الفترة أيوة. كنت أتكلم بشكل مكثف حال واجد أشخاص حولي، بس يعني الناس اللي أرتاح لهم وايد أسأل واجد هذا، وبالعكس اللي قررت أفضفض لهم وما يعرفوا انا زدت الوعي النفسي عندهم. اوكي وقاموا يستوعبوا اوه انا عندي حد في حياتي كذا وهذا الشخص يعاني من كذا وكذا وكذا واحتمال يحتاج مساعده. فبليز خبريني وكملي تخبريني قصتك، لانه بعدين انا ممكن افيد هذا الشخص اللي في حياتي، فهمتي يعني كذا. فانا حسيت انه بالعكس يعني انا لما اتعلم واتاكد اكثر انه هذه هي حالتي ممكن أساعد غيري، لكن اللي أعرفه إنه في حالتي أنا الاضطراب هذا ما كان إعاقة. زين يعني في المدرسة كنت أنجح، كنت أجيب درجات زينة، أوكي، يمكن ما كنت الأولى بس ما كنت أيضا يعني أعاني، يعني كنت إذر متوسطة يعني أو متفوقة، بس يعني أميل للمتفوق. أوكي بالنسبة للعلاقات عادي عندي أكون علاقات، ما عندي صعوبات. أيوة. إنزين. أيوة. إيش الأعراض اللي بالنسبة للإنجازات قادرة أنجز. أيوة. على كثر ما أفصل وما أدري إيش بس قادرة في أكثر أنجز. من سباق وأكثر من مرحلة وأكثر من رياضة. فاللي أقوله إنه هذا الشيء يعني ما كان عائق. ما كان عائق حياتي، بس أقول إنه سبب له صعوبات، بس إذا أنا أصير أفهمه أكثر، أوكي، وأقدر أتحكم في بعض الأمور، كل اللي سويته قبل أقدر أسويه زيادة، وأنا أبغى أسوي زيادة، لأنه مرات الموضوع هذا يكون محبط جدا، مرات المشاعر عندي تكون واجد انتنس، واجد كذا قوية. غير عن الاضطراب ترى الدوره يا اخي تلعب لعب الهرمونات اقصد يعني تلعب لعب يعني مثلا يومين قبل الدوره فجاه انا
شيء سخيف واجد بيزعلني، شيء ما يستاهل. شيء ثاني، انا يوم كنت صغيره كنت واجد حساسه، واجد حساسه وصياحه رقم واحد، بس هذا الكلام كان لين صف سابع، بعدين وقفت. ليش وقفت؟ تعقدت شويه. ليش؟ لانه صراحه لما انا كنت ايام كنت صياحه وكذا واجد اعبر وهذا، كانوا يتمسخروا علي يعني. في المدرسه؟ لا ما مدرسه، الاهل. أيوة. لانه ما كنت بس صياحه وبروح في الارض وبضرب ودراما يعني. أيوة. زين، فكانوا يقلدوني وانا ما كان يعجبني my feelings يعني. ف at some point I was like no I need to change، I can't be صياح واصيح على اي شيء. هل تعرفتي للتنمر؟ ايوه. اوف واجد اشياء. I never said this on camera, never. I said it to people but not on camera. اوكي. ايوه تعرضت في كم سنه في المدرسه في هذا، فهذه كلها عقد صراحه. بس يعني حتى شخص يعني عادي. اوكي كملي اسئلتك. لا لسه اسئلتي. نحن ماشيين. قلنا بنتعمق اليوم. لا زين ساتر تعمقي. يعني ايش حابه تنصحي الناس اللي يمروا في اللي انت تمري فيه الحين؟ اوكي، احنا جالسين نصور هذه الحلقه في شهر مايو. صح. اللي هو شهر التوعيه بالصحه النفسيه. من الاسم اوكي، كلمه توعيه اوكي والصحه النفسيه، انا هذه الاشياء احسها مهمه، لانه انا لما وعيت نفسي حول موضوع معين او حول الصحه النفسيه احس انا شخصيا واجد استفدت، واجد اشياء ما كانت منطقيه في السابق صارت منطقيه، اشياء في السابق كنت احس انا ايش فيني، انا ليش كذا، ما كنت افهم، كنت احس شيء فيني غلط، كنت هذا الشيء كان يدمرني نفسيا، يعني الثقه في النفس يعني حسي انا ليش كذا يعني. مع ان الناس والشخص اللي يشوفوش اللي ما يعرفوش واجد، لا ما يعرفون، ما كنت اطلع بالكلام، ما كنت اتجرأ اقول. بالميداليات هذه انا اتخيل ان انت اكثر انسانه واثقه من نفسك. ايوه هذا اللي يبين برا. انزين هذا اللي يبين برا، يعني لما نقول انا كنت اطلع طاقتي في الرياضه. انزين ليش؟ لانه كنت احس نوعا ما اني فاشله في الدوام صراحه يعني. وكيف كنت انتظر الدوام يخلص عشان اروح اطلع طاقتي هناك وانجز واحس شويه بساتسفاكشن يعني. يعني كان هذا مصدر هروب حالك نوعا ما، لاني انا ما كنت فاهمه ان اللي الفشل ولا الاشياء اللي ما اوكي اللي كانت تصير في الدوام كانت غصبا عني. هذا اللي ما كنت فاهمته، انا عبالي انه يعني انا بس انه ما حابه هذاك الشيء وخلاص فول ستوب، بس طلع لا، في اسباب جسديه اوكي كانت تخليني انه ما اسوي زين هناك، بس انا ما كنت فاهمه هالشيء وما كنت عارفه اتعامل معه. بس الحين لما قريت اخر شهر ونص السنين اللي قبل قلت اوه هذاك ما كان يعني ما كان في ايدي يعني ما انه انا مثلا بالعمد ما اتعاون معاش ولا ما اريد اسوي هذا ولا انا كسوله ولا لا يعني كان خارج عن اتذكر إرادة. كنت كذا واجد شاطره في اشياء وفي اشياء يعني بجننش ما اسوي. نفس لما قلتي لي ان في المنتخب الكوتش خيرك وقال لك لازم تكوني في المنتخب بس تركزي. أيوه. على هذا الرياضه. أيوه. اذا تريدي تتقدمي. ايوه زين، فمثلا اذا نروح لهالموضوع انا كانسانه من يومي واحب اجرب اشياء، احب يعني تجارب مختلفه، تحديات، اجرب انط بين رياضات وكذا. فالكوتش لما انضميت للمنتخب عشان اصلا في اي رياضه تتطور باغي تتطور لازم تركز، لازم تضحي، لازم هذا صح. انزين فالموضوع كان شوي صعب علي حتى نفسيا يعني احس ان بسوي شيء ثاني بسوي شيء، بس مسكت عمري وحاولت اتعود. كنت تضايقي؟ ايوه بس يعني بس في نفس الوقت يعني عادي، انا عارفه انه هذا لازم يعني انه لازم انا اركز وفعلا بتطور وانا اؤمن بهالشيء. وحاسه انك قدرتي تطوري من نفسك لما التزمتي برياضه معينه؟ في ايوه في تطور. فرسالتي انه تكلم، فضفض، ريتش فور هيلب، ابدا اسال، روح اقرا، ثقف، يمكن اشياء سنين ما لها يعني
doesn't make sense بس now it makes sense. يعني تصير منطقية يعني. ما عيب انك تروح عند دكتور نفسي، ما يعني انك مريض مجنون مختل فيك شيء غلط. مثلا اذا يخص الصحة النفسية نفس الوقت اهتم صحتك، ما بس النفسية، الجسدية، الروحية، كله يعني حاول تهتم كل الجوانب، ما تسفه. فمرات يكون متعب بس على المدى الطويل راح يكون شيء زين يعني، صح، بتشوف ثمار الموضوع يعني. وين تشوفي نفسك؟ Because this time, like, okay, I still managed to like. Oh, you went. Oh, you went into it. Yes. Where do we see Marwa in the future? When? وين مستقبل مروة كرياضية؟ كرياضية؟ أحاول أحقق اللي أقدر عليه يعني. تحقق؟ يعني. لا لا يعني زيادة، لا 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 زيادة يعني. مثلا قلت لش انه العب رفع اثقال، رفع اثقال رياضة جدا تقنية، very technical، اوكي يعني الحركة هذه لازم تكون بشكل معين، يعني شوية تسوي غلط عادي حديد يطيح قدام، او شوي يرجع ورا، او شوي هذا يطيح غلط. يعني مثلا بديتي الرفع شويه غلط عاد الحديد يطيح، جيت تدفع شويه على قدام ما سيده مثلا الحديد واجد، يعني لازم تكون فيها تركيز، فيها قوه، فيها بوم بوم اكسبلوسيفنس يعني انفجاريه. زين زين فتحتاج تركيز. فانا اذا مثلا يعني في نظريتي إن أوكي إنه عندي يمكن تشتت في انتباه، زين فأنا إذا تعلمت إني أركز أكثر أو إنه كيف أركز أكثر، كيف أكون أسرع، كيف أكون ما أعرف إيش، ممكن أحقق أكثر. زين فأنا أحاول أطور من نفسي عشان أحقق أكثر، ما حاطة في بالي يعني مثلا هدف معين، بس إذا يوم من الأيام قدرت أوصل أبعد، حتى لو إني يعني شخصيا اوصل كثر ما اقدر اوكي، وحتى لو مثلا اني مثلا شخصيا مثلا حققت الشيء الفلاني، بس ساندت غيري يوصل ابعد او كنت جزء من التغيير، هذا بالنسبه لي يعني something، شيء يعني طموح. وين تشوفي مستقبل النسائي في هذه الرياضه؟ وين اشوف في potential، في potential، في وش بالعربي؟ تبى الترجمة؟ مشكلة. There is potential. Yes. بس لازم نفس الشيء يكون في اهتمام من جميع الجهات. إذا في بناجي يشوفون إيش نريد ندخل هذا المجال، إيش تنصحيهم؟ دخلوا، ليش لا؟ يجربوا، إذا عجبهم يستمروا فيه. احنا علينا نثقفهم، نساندهم، نقولهم بس بيحتاج التضحيات الفلانية او حسب الاهداف يعني كذا. عندش اي رسالة نهائية حابة توجهيها للبنات اللي جالسين يتابعونا حاليا، يمكن يكونوا رياضيات او مغامرات او حابين يدخلوا في المجال اللي انت داخلة فيه او واحدة من المجالات الكثيرة اللي دخلتي فيها سابقا؟ والله أنا أقول ابدوا، جربوا، ما عجبكم هذا جربوا شيء ثاني، بتحصلوا في النهاية الشيء اللي يعجبكم. اقروا، تثقفوا، تكلموا، اسعوا. أنا لاحظت أنه في واجد مرات مثلا أنا مهتمة في الرياضة وجالسة أسعى فيها تجيني فرص تخص الرياضة. الفترة الماضية أنا قلت أنه إيش؟ أني كنت مهتمة بالصحة النفسية أو اضطراب معين، صح؟ سبحان الله جوني شركة فلاورد قالوا لي هذا شهر الصحة النفسية، رسلوا لي ورد وباغين أقول كلمة. يعني جاني في الوقت اللي أنا فعلا مهتمة بالموضوع. فأنا أقول اليوم أنتوا تسووا جهد أفرت تسعوا ومهتمين موضوع، الفرص هي بنفسها تجيكم نية خالصة يعني. أيوة. أوكي؟ فأنتوا سعوا، حتى يعني يمكن في البداية الموضوع هذا بطيء بس بعدين شوي شوي بيمشي يعني. يعني أنا لما بديت ما حد كان يعرفني، بس أنا كنت
شغوفة، أحب هالشيء، أحب أتحرك، أحب أسوي كذا كذا كذا. بس بعدين عرفوني، بعدين صار هذا يحتاج وقت، كونوا صبورين ولا تخلوا حد يقولكم آه هذا مال شباب هذا مال بنات، آه لا ماشي منه ماشي منه. مروة شكرا جزيلا على حضورك هنا اليوم. العفو، كان لي الشرف اني اليوم انا نسوي هذه المقابلة هنا في الجيم اللي انت تدربي فيه، في One More Fitness. وضح ما قصر معنا، وانت نفس الشيء ما قصرتي معنا اليوم. اليوم تعرفت عليش اكثر وعرفتش اكثر، وصراحة انا كثير فخورة فيكي واتمنى لك كل التوفيق. Thank you. تسلمي حبيبتي، وان شاء الله من خلال هالمقابلة تحققوا أهدافكم ونتفيد الناس يتعرفوا عليه شوي أكثر، ويتعرفوا عليه جوانب عمري ما قلتها. Thank you very much. It's a wrap.